واصل مجلس الشورى خلال جلسته 22 والتي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وصل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2014، وذلك بدءا من المادة الثانية. وكانت الجلسة قد بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة 21 لمجلس الشورى قبل أن ينظر المجلس في تقرير اللجنة المختصة وتوصياتها بشأن المواد التي تضمنها مشروع قانون بشأن النظافة العامة، حيث قرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة حول ما تضمنته المواد الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المادة الثانية. يأتي ذلك فيما وافق المجلس أيضا على استحداث المادة الثالثة حسب توصيات اللجنة، كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية اللجنة بشأن المادة السادسة. هذا وقرر مجلس الشورى تعديل المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم وإعادة المواد الخامسة والسابعة والثامنة بعد إعادة الترقيم للجنة لمزيد من الدراسة.